يا خربي تك يا واحده. هلو، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ زي ما هو باين ان انا النهارده معايا اكبر صندوق عشوائي في مصر. انا اشتريت الصندوق ده بفلوسي، يعني مش مبعوت لي ولا اي حاجه، فكل خساره هتكون جوه الصندوق هتبقى خساره ماديه فادحه حاليا صراحه. عايزه اقول لكم ان جوزي دلوقتي قاعد شمتان فيا، مستني ان اخسر خساره فلوسي كلها في الصندوق ده، لان هو يعني ما كانش مقتنع في الاول، وبعد كده قال لي لا يلا هاتي. بعد كده ما جيت اشتري كنت هجيب ارخص صندوق عندهم، بعد كده قال لي لا 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 خلاص ما دام هتجيب هاتي بقى الصندوق الغالي. قبل ما نبتدي في الفيديو وتشوفوا ايه جوه الصندوق ده، ما تنسوش ان انتوا تضغطوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان اول ما ننزل فيديوهات جديده توصل لكم. ما تنسوش تدعموني بلايك كتير جدا للفيديو ده علشان انا خايفه جدا. الصندوق جه بالشكل ده، ده التغليف بتاعه، يعني تقيل بس مش قوي، فدي حاجه مقلقاني اكتر، فمش عارفه دي حاجه كويسه ولا لا. ومكتوب عليه ايجيبت ميستري بوكس، دي الصفحه اللي انا اشتريت منها، والفيديو ده مش سبونسرد ابدا ولا اي حاجه. انا دافعه كل جنيه في الصندوق ده، حتى مصاريف الشحن انا اللي دافعاها من فلوسي. اول حاجه هقطع الصندوق، في يونكه جميله بس خلاص بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، كده من هنا كده الصندوق. مش عارفه المفروض افتح بسكينه ولا بمقص، بس انا هفترض ان انا المفروض افتح بمقص. عايز اقول لكم ان جوزي واقف ورا الكاميرا مستني يشمت بجد. عايزاكم توصلوا الفيديو ده ل 20,000 لايك، عشان لو وصلتوا ل 20,000 لايك هعمل فيديو جديد انا وجوزي كل واحد معاه صندوق عشوائي. فلو انتوا حابين فكره الفيديوهات دي وصلوا الفيديو ده ل 20,000 لايك علشان يبقى الفيديو الجاي دمار. ايه ده؟ الكور في كور في 30,000 جنيه كور من الاول كده. بس عايزه افتحه من كور اتدلقت في كل حته. بصوا كده من اولها، دي اول حاجه طالعه على الوش، تشيبس وشوكلتس واوريو وفلوتس ومورو، يعني الحاجات دي كلها 6 جنيه ونص. لا 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 اغلى والله، اغلى 10 جنيه، 20 جنيه، 20 جنيه تقريبا. اوكي، هم اول حاجه يعني ايه عارفين ان الواحد معدته بتضعفه، فحاطين لك ده على الوش يعني عشان ايه تتبسط كده. كلهم متغلفين كده، فيلا نفتح مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، دي اول حاجه جت في ايدي، انا خايفه. اوكي، ده ايه ده؟ ايه ده؟ هو حاجة غريبة قوي، مكتوب عليه بلاش كريم فيس اند ليبس روز هايدريشن، مش عارفة ده تنت ولا برايمر ولا ايه ده؟ تنت تقريبا، ده كده شكله، بس يعني شكله يعني حاجة مش ماركة مش معروفة خالص، عمري ما شفتها في طبق اليوم حتى. ده كده شكله، ربنا يستر ربنا يستر. جوزي شمتان فيا بجد يعني. بس استنى على فكره، يعني انت بتشمت من اول حاجه لسه الصندوق مليان. استنى نفتح تاني واحده، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان اول واحده صراحه كانت سيئه جدا. دي شكلها حاجه حلوه، استنى استنى شكلها حاجه كبيره، مش عارفه ايه ده، بس استنى شكلها حاجه حلوه. دي شكلها حلو، استنى استنى، دي شكلها حاجه غاليه، استنى. مش عارفه، استنى بس هي شكلها علبه كده غاليه. برزاتشي، لا شكلها نضاره. اوه بس بس والله لازم شكلها غالي قوي. اوه يا رب تبقى حلوه بقى والله. بص هي حلوه بس فاشونيستا قوي في نفسها. ادي اي رياكشن. انت عايزه مشغولي. Damn son, where'd you find this? جوزي بيقول لي ده اسمي مسدس اللحام على طول. بس مش هنعترض، يعني هي شكلها غالي الصراحه، يعني حاجه هاي كوبي نظيفه، بس الصراحه شكل النضاره ذات نفسه، بصوا شكلها عامل ازاي.
ماه شكلها بشع قوي صراحة. ان شاء الله اللي جاي احسن، اللي جاي احسن. يلا ناخد غطسة جديد، غطسة جديدة جوه الصندوق. نرمي بس الحاجات دي على الارض. استنى، في هنا حاجة تانية. اوكي الكور دي بجد دي دمار، الكور دي دمار. انا عايزة اقول لكم ان تقريبا هم اخدوا فلوسي كلها وجابوا لي بيها الكور دي، شكلها ميك اب تقريبا. بس يعني هم بصراحة صارفين على التغليف، يعني صارفين جامد كمان على التغليف. وباليت بريتي وومن، باليت اي شادو دي، اه تقريبا اي شادو، لا مكتوب عليها للاي شادو وللوش. استنى اوريها لكم. استنوا فيديو ميك اب بميك اب بقى اللي هو الصيني وكده قريب. بصوا ده كده شكلها من جوه، بصراحه حبيتها حلوه، دي حلوه بس برضه ما تستاهلش كل الفلوس اللي دفعتها. خفيفه قوي دي، خفيفه بجد يعني كانها فاضيه اصلا، مش عارفه دي فيها ايه. استنوا كده نشوف دي فيها ايه، ربنا يستر ويعوضنا خير. اوه دوافر. اوكي على فكره الدوافر حلوه، بصوا شكلها والله حلوه، فرنش كده وبوينتي، انا بحب الدوافر تبقى بوينتد كده. ودي بقى والله دي جميله جدا والكواليتي بتاعتها حلوه جدا، دي رموش وشكلها كده شعر طبيعي قوي في نفسها، دي حبيتها. دي اول حاجه الصراحه يعني طالعه من الصندوق عجباني. اعتقد دي مثلا ممكن يكون سعرها مثلا في حدود 100 جنيه حاجه زي كده. بصوا شكلها دي حلوه هي والدوافر، سبحان الله اخف باكج فيهم طلعت احلى حاجه. صح مش قادره انسى النضاره بتاعت مسدس اللحام دي، النضاره فعلا وحشه قوي بس الكفر بتاعها شكله غالي قوي. انا عايز اقول لكم ان الصندوق لسه غويط ومليان مليان. دي برده خفيفه، دي مش تقيله. صح ابتديت احب الحاجات الخفيفه اكتر، ابتديت احس ان هي فيها حاجات اقيم. اوه حلوه فورشيت فاونديشن، ده شكلها شكلها بشكلها حلو قوي. بصوا حلوه، ربنا يستر. انا بخاف من الحاجات الكبيره، ربنا يستر. هذا كده نفتحها كده مع بعض، يا ترى فيك ايه. ايه ده ايه ده، استنى ده ايه ده، اوعى تكون اللي في بالي. ايه ده، الله يا رب تبقى هي. بجد فتح الباكج صعب قوي. هي 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 الله. اوكي لا فلوسي ما اترمتش في الارض، دي حاجه انا فعلا كنت محتاجاها. بصي يا بنات المرايه اللي هي الليد انا كنت محتاجاها، على فكره دي غاليه والله العظيم دي غاليه. بصي انا كنت فعلا محتاجه مرايه زي دي عشان انا بصور لكم الفيديوز وكده تبقى قدامي، اللي هي المرايه بيبقى فيها ليد، فبجد دي مبسوطه منها. اوكي دي خلاص، دي كده خلاص مبسوطه. انا هوريكم شكلها من جوه. جوزي عمال يقطمني عشان شايف ان كل دي حاجات تافهه، بس والله العظيم اغلبيتهم حاجات انا فعلا عجباني، يعني المرايه دي فعلا والله لا حلوه قوي. بس النضاره بشعه. استنوا عايزه اوريها لكم، انا بس خايفه ابوظها. هي لسه اه لازم تتركب وكده، بس بصوا يعني تبقى كده مرايه كده والليد بتاعها كده داير ما يدور فيها، وليها المسند بتاعها من تحت. الحمد لله الحمد لله فلوسي ما اترمتش كلها في الارض. في حاجه تانية صغيره يلا نشوف فيها ايه، عشان انا ابتديت اتحمس والله ابتديت اتحمس. انا عايزه اقول لكم ان انا بقالي يومين لو حاطه ايدي على قلبي وكل يوم اقول هو ايه الهبل اللي انا عملته ده، انا ازاي ضيعت فلوسي كده في الارض، انا بجد كنت رحت بالفلوس دي اشتريت حاجات انا محتاجاها. بس الحمد لله ده برايمر بتاع بريتي وومن. اوكي غالبا هيبقى فيه ميك اب توتوريال قريب بمنتجات بريتي وومن، لان تقريبا هم حاطين لي بريتي وومن ذات نفسها في الصندوق ده. فده اللي هو برايمر للمسامات، فكويس ده كده شكله. بس يعني منتجات بريتي وومن صراحه مش غاليه قوي يعني، برده يعني منتجات رخيصه. اوه ده كونتور برده من بريتي وومن، هايلايتنج ده اه، واحد فيه لمعه واحد مطفي، ده كده شكله. هتشوفوا طبعا بقى كل الحاجات دي في فيديو زي ما قلت لكم بقى لوحده، فوصلوا الفيديو ده ل 20,000 لايك علشان اعمل لكم ميك اب توتوريال واعمل لكم صندوق عشوائي تاني. بصوا هدلعكوا هدلعكوا. بصوا الصندوق قد ايه، يا لهوي انا طلعت عليا كل الكور ولسه ما وصلناش لنصه حتى.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب اول حاجات الصغيرة، يعني بحس ان الحاجات الصغيرة فيها حاجات احلى من الحاجات الكبيرة. المراود. اوكي ده ايه ده؟ ده برضو من بريتي وومن، دي ماسكارة بريتي وومن، ده كده شكلها. واستنوا كده اوريها لكم من جوه. هما صح حاطين منتجات من بريتي وومن ما بشوفهاش في المحلات كتير. اوكي شكلها من جوه حلو قوي. الباكج دي برضو ايه ده؟ الايلاينر بتاع ام ان لسه مستخدمها لكم في فيديو قريب. بالمناسبه شفتوش الفيديو بتاع ميك اب ام ان، دوسوا هنا عشان تروحوا تشوفوه. وده ايه ده بقى؟ ده روج، ده باليت ارواج تقريبا او حاجه زي كده من بريتي وومن برضو. خلاص يا جماعه الفيديو اللي جاي مكياج كامل من بريتي وومن. خلاص كور كتير قوي بجد. الكور دي عسوله قوي. انا هعين صندوق الكور ده كده علشان ايه؟ فرح لما تكبر تلعب بيهم، عشان دلوقتي ممكن تاكلهم. اوكي دي حاجه تانية خفيفه بس كبيره. يلا نشوف ده ايه. اوه دي حلوه، دي انا فعلا عايزه واحده زي دي، اللي هي فرشه الهايلايتر المروحه التخينه بصراحه. وبصراحه الماركه دي مش عارفه اسمها ايه، زوريا، بس شكل الفرش بتاعتها حلو قوي. بصوا شكلها فعلا حلو قوي كده. طلع لي منها فرشتين لحد دلوقتي. ايه ده المقص راح فين؟ المقص ضاع في الصندوق ولا ايه؟ المقص ضاع في الكور. كملوا لاخر الفيديو علشان اخر الفيديو هقول لكم برده سعر كل حاجه وهنقارنها بالسعر اللي انا دفعته ونشوف انا اتنصب عليا ولا الحمد لله ما خسرتش فلوسي. حاجه تقيله الصراحه. فيلا نشوف ده فيه ايه. اوه مانيكيرز بس الوانهم حلوه، اغلبيتهم الوان مش عندي. اوه غاليين من اوفرا، يعني براند نظيفه الصراحه. فدول ثلاثه مانيكير، واحد على بينك واللي في النص ده عاجبني قوي اللي هو على موف ده، وبعد كده التاني ده على رمادي، وكلهم ماركه اوفرا. فصراحه دول غاليين، دول حلوين. اوكي في هنا حاجه كبيره، لا دي صغيره، دي اعتقد دي برده فرشه زي التانيين، بس يا رب بقى تبقى فرشه استخدامها حلو. هي عموما ماركه الفرش دي انا اول مره اسمع عنها، بس شكل المنتجات بتاعتها يعني الجوده بتاعتها حلوه. برضو هبقى اجربها لكم واقول لكم. دي فرشه، فرشه باودر. استنى اقلعها كده. دي فرشه باودر بقى للوش، شايفين شكلها؟ بجد شكل الماركه دي الباكج بتاعها حلو قوي. انا متحمسه بس الصراحه لحد دلوقتي لسه ما افتكرش ان هم حللوا لي الفلوس اللي انا دفعتها بربع جنيه حتى يعني. بس الصراحه المرايه غاليه، لان انا سالت قبل كده عليها في محل وكانت غاليه، فالمرايه فعلا غاليه وانا فعلا كنت محتاجاها، يعني دي حاجه فعلا محتاجاها وغاليه فالحمد لله. دي باكج تقيله مش عارفه دي ايه. اوه من بوبانا. طيب ايه بقى من بوبانا؟ عشان تقريبا عندي كل منتجات بوبانا. ده انا عايزه اقول لكم ان دي اصلا مكتوب عليها سعرها، احصلي على ماسك بوبانا زائد ملح السبا ب 22 جنيه بدلا من 35 جنيه ونص. فلوسي فلوسي بجد، انا عايزه فلوسي. فهسيب الباكج دي كده زي ما هي عشان ده عرض خاص وهديه وعرض خاص ونحاول ان احنا كاننا ما شفناهوش ونشوف في ايه تاني هنا، علشان انا دلوقتي ما لقيتش وجوزي ما يعيرنيش اكتر من كده. شكلي هروح ابات عند ماما. قلت لكم هو واقف عمال يقول لي وريني وريني، طلعي طلعي وريني. انت السبب، انت اللي قلت لي هاتي الكبير، انت اللي قلت لي هاتي الكبير، لو هتجيبي خلاص هاتي الكبير. اوكي دي حاجه كبيره، دي حله بريستو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب ما تشمتش جوزي فيا يا رب. ايه ده؟ كوزماتيك اورجانا. اوكي ده حلو والله، ده غالي، ده انا شفته قبل كده على جوميا كان ب 200 جنيه تقريبا ولا 250 جنيه. يا اخي المرة احنا وصلنا كده. ده كده شكله يا جماعه، ده اللي هو بتاع تحطوا فيه الارواج وتحطوا فيه المكياجات وكمان معاه مرايه، فده صراحه حلو جدا. وانتوا عارفين ان انا كنت جايبه منهم كذا واحد بس كان صح فيه مرايه، ودول فعلا غاليين وحلوين جدا وبيعيشوا صح. ده حلو ومحتاجاه، بس برضه فلوسي لسه ما رجعتليش.
ويوم ما يعرف بيه ربنا. ويوم ما يعرف بيه ربنا. ما تنسوش يا جماعه تضغطوا لايك للفيديو ده لو حابين ان انا اعمل لكم فيديو جديد بصندوقين عشوائيين. وجوزي بدل ما هو عمال شنطان كده ورا الكاميرا يجي يقعد جنبي ويفتح صندوقه عشان اشمت فيه بقى، لان انا خلاص خلاص عايزه فلوسي. دي هنا ده شكله لبس. لا ده ايه ده؟ لا ده ما بحبوش. خلاص ممكن نرجع الصندوق ده، انا ما بحبوش. ده اللي هو بتاع البرو كاب. عندي واحد وبعد استخدام لفتره حسيت انه مش ماشي مع شعري كويس، فا اوريدي عندي واحد، فغالبا ده بقى هطلعه هديه او حاجه زي كده. بس ده مثلا ب 150 جنيه. على الله على الله. لا بكام؟ 70 جنيه تقريبا حاجه زي كده. اوكي انا عايزه اقول لكم ان الصندوق تقريبا خلاص بيفضى، باقي بس حاجه واحده كبيره، فربنا يستر. ويعني تفتكروا الحاجه هي الواحده الكبيره اللي باقيه دي هتعوضني ولا هتبقى في شنك؟ فاكتبوا لي تحت في الكومنت تفتكروا ايه وربنا يستر. بس قبل ما نفتح اخر حاجه، ما تنسوش لو انتم مش عاملين اشتراك في القناه انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان كل ما اعمل مصيبه كده توصل لكم باذن الله. والله العظيم شاريين ب 100,000 جنيه كور، اقسم بالله. اخر حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، هي كبيره وتقيله وكبيره قوي، يعني تقريبا هي دي اصلا كانت متقله للصندوق وكانت ملياه. دي طعم صواني. طعم صواني. لا بس شكلها حاجه بناتي، لان بصوا من هنا فيها كيونكا بامبا. اوكي لا استنوا، انا الكيس ده بشبه عليه ايوه فيكتوريا سيكريت. اوكي استنوا بقى نشوف جواه ايه. نفتحه بس كده. تقيل. اوكي جوزي بيقول لي ان انقذك اخر حاجه، ربنا يرحمك. عشان هو عارف ان انا بحب فيكتوريا سيكريت جدا، وعارف ان هو غالي وده دايما بيضيع فلوسه هناك، فايه يعني خلاص اول ما شاف الكيس ده اطمن انه ما دام تقيل يبقى غالبا ايه ربنا عوضنا خير. اوكي يا جماعه البيت اتبهدل ببعد الكلبه. يلا بقى نفتح البتاع ده مع بعض. بيقول لي شوفي فيه ايه، لا يكونوا حاطين فيه في الاخر ازايز فاضيه. مبقاش عنده ثقه خلاص. بصوا حاطينه كده في كيس. لا شكلهم صارفين ومكلفين. بومشل. ايه ده؟ بس في حاجه مكسوره او حاجه مدلوقه. في حاجه مدلوقه. بس هي ريحتها حلوه قوي. بصوا بس في حاجه مدلوقه هنا. ده ايه ده؟ ده شاور جل. شاور جل مدلوق. يعني يوم ما تعودوني تعودوني بحاجه مدلوقه يا جماعه. بغض النظر عن الشاور جل المدلوق، بس انا عايزه اقول لكم ان دلوقتي في ريحه مش طبيعيه كارفه علينا هنا في البيت. ده اول حاجه البادي لوشن، وجاي معاه الشاور جل، بس الشاور جل تقريبا اتفتح، وجاي معاه البرفيوم اللي هي العبوه الصغيره، وجاي معاه كمان البرفيوم اللي هي العبوه الكبيره. فالصراحه دي حلوه. وبكده نكون خلصنا كل الحاجات اللي جوه الصندوق. بس يلا نحسب سعر كل الحاجات دي بقى، هل جابوا سعر الصندوق ولا لا. اول حاجه دي اعتقد دي كوبي، ما افتكرش ان دي اوريجينال، لان لو اوريجينال عمرها ما هتتفتح وتتدلق جواها كده الصراحه. فدي يعني ممكن مثلا ما تزيدش مثلا عن 200 جنيه او 200 جنيه مثلا، لانها كوبي مش حاجه اوريجينال. واعتقد الرموش دي مثلا في حدود مثلا 50 جنيه ممكن، والضوافر دي ممكن تكون برده نفس الرينج، انها فعلا كواليتي بتاعتها نظيفه قوي. اعتقد دول كده يعني مثلا 300. هي النضاره شكلها غالي، بس يعني الشكل صح اللي هم باعتينه مش عاجبني ابدا، فاعتقد النضاره دي ممكن مثلا تكون مثلا في حدود 200 جنيه. فكده احنا كده وصلنا 500 جنيه. بعد كده البتاعه دي اعتقد دي بتبقى في حدود 150 او 200 جنيه، انا عن نفسي كنت شاريهم بالاسعار دي. فهنقول مثلا 150 وده 50، فكده 200 واحنا معانا 500، كده وصلنا 700 جنيه. كده افشل حاجتين في الوجود بجد، ده ب 22 جنيه بدل 30 35 جنيه ونص، فده سيء جدا. والبتاع اللي ملوش معنى ده برده مش فاهماه، فاعتقد الاثنين دول على بعض اصلا 30 جنيه، فيعني مش هنحسبهم. خد المانيكيرز دي ممكن مثلا تبقى في حدود 50 جنيه او حاجه، فبال 30 جنيه كده احنا وصلنا 780 جنيه. المكياجات دي بتاعت بريتي وومن وام ان، يعني اعتقد دول مثلا في حدود 100 150 جنيه، مش هيزيدوا عن كده. فكده يبقى احنا وصلنا 780 و150، ادي كده 880
930 جنيه كده حصلت 930 جنيه. اعتقد الفرش دي بصراحه هي جوده بتاعتها شكلها حلو وشكلها لطيف جدا. ممكن تكون واحده مثلا في حدود 50 جنيه او حاجه، فممكن دول ب 150 يعني كده اعتقد وصلنا 1080. لا كده وصلنا 1080 جنيه. الباليت بتاعت بريتي وومن دي اعتقد ممكن يكون سعرها في حدود 100 جنيه، ما افتكرش انها هتكون اكتر من كده. دي فكده احنا وصلنا 1180 جنيه. حبة التشيبس دول ب 20 جنيه، يبقى احنا كده وصلنا 1200 جنيه. والمراية اعتقد سعرها هيكون مثلا في حدود 200 جنيه، فوصلنا 1400 جنيه. انا دافعه في الصندوق ده 1000 جنيه، فالصراحه كون ان يوصل لي حاجات فعلا منتجات في حدود 1400 جنيه، انا شايفه ان انا كده كسبت. حتى لو فيهم بعض الحاجات اللي انا مش هستخدمها، بس الاغلبيه العظمى الصراحه في الصندوق حاجات يعني عجباني وحاجات هستخدمها، خصوصا منظم البيرفيوم، المرايه فعلا كنت محتاجاها، والحاجات بتاعت ام ان وبريتي وومن دول انا هعمل لكم بيهم فيديو قريب، لان اصلا يعني دي من اكتر فيديوهات الميك اب اللي انتوا فعلا بتطلبوها مني. ف انا حاسه ان المنتجات اللي هم بعتنا البريتي وومن دي منتجات حلوه، ان انا ما شفتهاش في المحل لما نزلت عشان اشتري لكم حاجات اصور لكم بيها. بس انتوا تكتبوا رايكم تحت في الكومنتس، حبيتوا النوع ده من الفيديوهات ولا لا، وحابين ان انا اكمل واعمل لكم فيديوهات تانية عن صناديق عشوائيه اكتر واضيع فلوسي اكتر من كده وجوزي يشمت فيا اكتر من كده واتحسر على نفسي اكتر من كده ولا لا. اكتبوا لي تحت في الكومنتس واكتبوا لي رايكم في الصندوق ده، شايفين انه كان صندوق مفيد ولا شايفين ان انا اتنصب عليا؟ هستنى رايكم تحت في الكومنتس. تشوفوا طبعا لايك زي ما قلت لكم، توصلوا الفيديو ده ل 20 ألف لايك. شكرا جدا جدا ليكم، نكون هنا.